السلام عليكم تلاميذ وتلميذات المدرسة الرائدة. في الحصة السادسة من دروس الدعم طار للمستويات الرابع والخامس والسادس، في الحصة كما جرت العادة غادي نكتشفوا الفوكابيلير اللي شفنا في الحصة الماضية. هتحاولي مع ولدك ولا هتحاول مع ولدك أنه يتذكر الفوكابيلير اللي شاف في الكلاس. تقدر لي بحال هكا لكل صورة ويحاول هو يتذكر، مثلا بحال هذا بيغات، هنا خصي يقول بوبي، كاتر، تاكسي، كيوي، توبي، بوكس، كوالا. إذا تذكرهم راه مزيان غادي يمشيو للفوكابيلير الجديد اللي عندنا اللي غادي نكتشفوه في هذه الحصة. كاج، كاميرا، سينما، سوريز، غار، جيراف، جيتار، غوم. هنا هتقول لي شنو هما الصور اللي ناقصين هنا، خاص يكتشفهم وتوري لي الإجابة اللي هي كاميرا ثم جيتار. هنا غادي نكتشفوا دي سيلاب جداد اللي هما غادي يكونوا مع لي لتر سي و لا لتر جي. هنا غادي نقولو لا لتر سي كيفي لو صون ك، وغادي نديرو بحال هكا ك ا ك ك او كو ك يو كيو ك او كو. ثم هنا غادي نشوفو لا لتر سي اللي كيعطينا لو صون س، غادي نديرو بحال هكا س اي سي س او س س اي سي. ثم نشوفو لا و دي سيلاب يحاول يقراها من الاول حتى الاخير، باغ اكزومبل س او بيان ك. هنا لا ليتر سي اللي كيعطينا لو صون ك، غادي نديرو معاه ك A K K O K K U K K U Q. هنا غادي نبداو عاوتاني بلا لي تخسي اللي كيعطينا لو صون أو لا اللي كيعطينا الصوت س. عندنا التتمة ديالها هي س أ س س إي سي س إي سي. ثم ندوزو مع لي سيلاب، تحاولي تخليه ولا تخلي ولدك يقرا هاد لي سيلاب هادو. ك كو كي كو سي س سي. ثم غادي نشوفو لا لتر جي اللي كيعطينا لو صون غ، غ ا غ، غ او غو، غ يو غو، غ او غو. ثم هنا عندنا غ الى زدنا ليه اي كيعطينا جي، ج أ ج. ثم هنا لا لتر جي ملي كيعطينا لو صون ج ملي كنطقوه ج، غادي نقولو ج اي جي، ج أ ج، ج اي جي. ثم نمشيو لا غادي سيلاب اللي هي هادي، هادو غادي تقراو ب ج ج أ ج أو غ او غ يو. ثم هادو غادي تقراو بج، ج او ج، ج اي جي، ج اي جي. شي عاوتاني نقراو من هنايا غا غو 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 غي. هنا جي حيت ما كايناش او بيناتهم، الا كانت او بيناتهم كنقولو غي. هنا جي ج، وهنا نردو البال كاينة U يعني غادي نقولو جي. لا ميم شوز هنايا جي ج غا غو 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 جي دي. لا ميم شوز عاوتاني هنايا، تخليه باش يعاودهم باش يتعود يقراهم ويحفظهم. هنا غتلقاي هاد الفقرة، تلقاو هاد الفقرة هادي في الكراسة.
وغتحاول يقراهم بالترتيب ويرد البال البلاصة فين كنطقو ك والبلاصة فين كنطقوها س، ثم لا ميم شوز هنايا البلاصة فين كنطقو ج والبلاصة فين كنطقوها ج، ثم نحاول نقراو ليمو كافي كافي كاميرا هنا سي سينما هنا غا غالا غوتي غار هنا تاني غيتار كون ما كانتش هاد اي هادي غادي نطقوها جي ولكن كاينه اي يعني جي غيتار جيني جيغو نقراو لي مو كافي كول سينما جيراف جو جونو غار غيتار لا ميم شوز عاوتاني هنا كوليبري سيراج جو باجاج اجيتي كوش. غتلقاو هاد الفقرة بجميع لي مو اللي شفناهم غتلقاوهم في الكراسة وتحاول تقرا معاهم يعاودهم تي تعود عليهم يحفظهم. ثم هنايا غادي نحاول نقراو هاد لي مو هادو ان سور اون ايل اي اي او سو دي لي دو دون. هادو كيتسماو لي مو اوتي هادو ما كيتغيروش وما كيتبدلوش سواء في النطق او في الكتابة ديالو. ثم ننتقلوا لي فراز لو كاناري اي دون لا كاج لا جيراف كور فيت il joue de la guitare il nage dans la piscine. عاودهم مرة وجوج وثلاثة حتى يولي كيعرف يقراو. Le canari est dans la cage. La girafe court vite. Il joue de la guitare. Il nage dans la piscine. وهنا ننتقل للمرحلة ديال الكتابة l'écriture. نحاول يتدرب يكتب هاد لي سيلاب جو، نحاول يتدرب يكتب لو مو جونو، ثم كافي. هادشي كامل في الألواح وغتولي جونو كافي غاز باغ اكزومبل ولا كار ولا سينما. هادو كاملين دوك لي مو اللي عندنا في الكراسة وغتلقاهم هنايا في الفقرة ديال ليكريتور. هكا غادي نكونو سالينا هذه الحصة، وإلى اللقاء إن شاء الله في الحصة المقبلة.